الخبر أو قضية النهاردة على لسان جريدة الوطن، وهي من امبارح، وأردت أن أجري تحقيقات يعني أو متابعات للتأكد. أنا مش هراجع ورا جورنان كبير زي الوطن، بس إحنا بنعمل شغلنا كمان. أحيانا بتبقى في جهات بتقول لك لأ، بتنفي، بتحاول تعمل، فإحنا بنعمل شغلنا صحافة هنا، ضبط شبكتي تجسس تخططان لإثارة الفوضى خلال الانتخابات الرئاسية. لما بنتكلم عن مؤامرة بيطلعوا يضحكوا علينا ويقول لك بتكلموا عن مؤامرة وعايشين في الخيال وبطلوا بقى وحاجات كده، كأننا إحنا اللي بنروح نجيبهم من بره لهنا. المعلومات الدقيقة بتتحدث عن، أما ما بعد ذلك والتحقيقات فهي التي تكشف عن صحة هذا أو عدم صحته. المخابرات المصرية نجحت في ضبط شبكتي تجسس تعملان في البلاد منذ 25 مارس الماضي. اتحادات الجارية مع العناصر قالت أنهم كانوا بيجمعوا معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وتوصيلها أول بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية، منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل. وبعد لكم تاني أربع دول: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إسرائيل. أربع دول بتجمعهم شبكتين في مصر. حسب مصادر سيادية، المخابرات رصدت الشبكتين كانوا بيعملوا في مصر بناء على توصيات اجتماع عقد بألمانيا في إحدى القواعد البحرية قبل شهرين، وكان مخصصا للتعامل مع الملف الأمني، الملف المصري، وكيفية إدارته خلال الفترة المقبلة. ضم ممثلين لعدد من أجهزة المخابرات. ولو أنتوا فاكرين أنا كلمتكم عن ألمانيا ودورها، وكلمتكم عن فرنسا ودورها، وبكلمكم تاني وبفكركم وبقول لكم إن سويسرا بتلعب دور، والسويد بتلعب دور، والدنمارك بتلعب دور، وهذه الدول اللي اتقفل عليهم هنا مع بعض المنظمات بتتحرك مع منظمات بره بالتمويل المادي من خلال ما يطلق عليه بعض منظمات حقوق الإنسان، مش لازم في مصر، حتى من دول عربية. وقلت لكم ان كان الاجتماع في سويسرا وفي سفارة سويسرا، وخرجوا بعدها بإشارات وأعلام رابعة ناس مش مصريين في مؤتمر في صربيا، وربطوا ما بين صربيا وما بين التمويل من سويسرا. فهتلاقوا المسألة، أيوة، اللعبة الدولية لعبة كبيرة جدا، زي ما احنا بنلعب. اوعى تفتكروا ان مخابراتنا نايمة هنا، مخابراتنا موجودة وفي دول اخرى، ولما بيبقى في دول احداث ولنا مصالح معها لازم نكون متواجدين، وهذه الدول موجودة تسعى لمصالحها. وهنروح بعيد ليه؟ خلوني اروح لاحد الكتاب والخبراء والمتخصصين في هذا الملف، الروائي والكاتب المتخصص في الجاسوسية دكتور نبيل فاروق. مساء الخير يا دكتور نبيل. مساء النور يا خيم. ازاي حضرتك؟ طمنا على صحتك. الحمد لله يا حبيبي. يا رب دايما بكل خير. دكتور نبيل، الحديث عن وجود لعب مخابرات اجنبيه داخل مصر في هذه الفتره، هل ده على سبيل المؤامره والدعاء المؤامره، ولا ده وارد وطبيعي؟ والله حركه الجهاز المخابرات في مصر شغاله طول العمر، يعني مخابراتنا ما توقفش ابدا. نعم. كل ما في الامر ان الاوضاع دلوقتي مش مستقره، يعني الاوضاع ما حدش قادر يحدد بالضبط الخطوه الجايه في مصر ايه، او الجهه اللي هتحكم مصر الفتره الجايه ايه. نعم. فطبيعي ان الكل يبقى منشغل بهذا الامر. يعني حضرتك لو تاخد بالك الشبكتين اللي قبضوا عليهم مش الاثنين بيعملوا الهدف واحد، يعني هو في واحده منهم بتعمل لجمع المعلومات. ايوه. بتجيب كل البيانات، حتى اضافوا ليها كلمه الحصول على مزاج المصريين، المزاج العام عند المصريين. الكلمه دي معناها ان انا اعرف اتجاهات الشعب نفسه ايه، وهتلاقي ان مكتوب في الخبر نفسه لاتخاذ القرار المناسب. نعم. يعني تلك المعلومات، يعني هو الفكره في التخابر دايما هي اتخاذ القرار المناسب. يعني انت بتبقى عايز تاخد معلومات صحيحه عشان تساعد صاحب القرار على اتخاذ القرار. نعم. في شبكه منهم، هي الشبكه الاولى دي فيها سبع اعضاء، بينهم ثلاثه مصريين واربعه اجانب. مصريين واربعه اجانب كانوا دخلوا، كانوا بيعتبروا سواح وقعدوا في شقه في وسط البلد. نعم. ومن ضمن الحاجات اللي اثبتت انهم بيعملوا بالتجسس انك بتلاقي معاهم اجهزه متطوره غير متوفره للافراد العاديين. نعم. يعني يمكن تتواجد مع شخص عادي، لازم تكون تكنولوجيا متقدمه بالنسبه للسوق، ما بتتباعش في السوق يعني. الغريبه ان كان معاهم بندقيه قناصه كمان. اللي حصلوا عليها من هنا اكيد. يعني مش، فهو الجاسوس مش لازم يجيب كل حاجه معاه من هناك، وبيبقى له لينكات داخل مصر، لان يعني في دايما حاجه شخص بنطلع عليه اسم الجاسوس المقيم. نعم. بيبقى شخص ممكن يكون مصري وعايش على طول في وسط مصر، ولكن بيعمل كهمزه وصل ما بين كل شبكات التجسس او بين اعضاء المخابرات في البلاد.
الشبكة الثانية يا أستاذ نبيل يا دكتور نبيل بتضم 5 عناصر مهمتها رصد أوضاع سيناء، مراقبة تحركات الجيش والشرطة، وجمع المعلومات الخاصة بأكمنة ووحدات قوات الأمن وحركة قناة السويس، وتمويل التجمعات الإرهابية، عناصرها من غزة ومنتمين للسلفية الجهادية، ودول كانوا في شقة في بيت في جنوب الشيخ زويد. نعم. اظن دي طبيعيه، يعني احنا مش المفروض نندهش بالشبكه الثانيه دي، يعني بنتكلم على الاوضاع. هو ده اللي بيحصل فينا من 30 يونيو. نعم. ان على طول في تحرك، بس الفكره انهم كلمه شبكه دي بتعني ان هم بيعملوا لحساب جهاز مخابراتنا. نعم. احنا بنتكلم على 4 جهاز مخابرات اساسيه، يعني بنتكلم على انجلترا والمانيا وفرنسا وامريكا وبريطانيا. امريكا وامريكا يعني. نعم. هم لا، فرنسا مش داخله، يعني امريكا وبريطانيا والمانيا واسرائيل. ايوه. الاربعه مهتمين جدا بالشان المصري، يعني هم عايزين يعرفوا فكره بحث المعلومات. على فكره هي فكره طبيعيه، مش فكره شريره، يعني اي جهه في العالم بتبحث المعلومات علشان تساعدها في اتخاذ قراراتها. طبعا. الشيء الشرير هنا بقى اللي هو السعي التمويل جماعات ارهابيه لاستمرار حاله الفوضى في مصر. دي ده الجزء ده طبعا بيحقق مخططات معينه، يعني ما تنساش ان احنا طفعنا المخطط الامريكي الذي يعد من 93. نعم. طفعناه صفعه جامده، يعني احنا كسرنا خطه بيعد لها من قرون من عقود. دكتور نبيل، هل نستطيع ان نقر بان اجهزه المخابرات العالميه بشكل عام هناك بينها وبين البعض تنسيق كامل في موقف زي في الشرق الاوسط مثلا، زي اللي بيحصل في مصر وفي سوريا، لابد ان يكون هناك تنسيق على مستوى مخابرات عالي؟ التنسيق في عالم المخابرات لا يتم الا للمصلحه المشتركه. نعم. يعني لو في مصالح مشتركه تجمعهم في العمل دهوت هينسقوا مع بعض. وعلى فكره التنسيق عمره ما بيكون تنسيق كامل، يعني حتى داخل البلد الواحده، يعني احداث 11 سبتمبر كان احد اسباب نجاحها ان ما كانش في تنسيق ما بين المخابرات الامريكيه والاف بي اي مثلا. نعم. يعني رغم انهم الاثنين يتبعوا يعني نظام واحد، ولكن بيتم التنسيق معلومات محدده تفيد عمل معين يهم الامن العام او الشان العام للامم. نعم. يعني كله بيبحث عن امنه القومي. نعم. اذا كان هناك مصلحه مشتركه او اذا كانت هناك مصلحه مشتركه في عمل ما، تشترك اجهزه المخابرات بالجزء المعلوماتي الذي يخص هذه المصلحه المشتركه فقط. نعم. ودائما ما تحجب معلومات اخرى، يعني كل جهاز مخابرات بيحب يحتفظ بنفسه بمعلومات خاصه به لا يشارك فيها الاخرين، لكن يشارك فيما يمكن ان يفيده، وبيشارك يعني تعرف كاننا قاعدين في سوق، انا هديك شويه واديك شويه واديني شويه. نعم. فبيشارك اذا احتاج معلومات، يضطر يديك معلومات من عنده عشان ياخد معلومات من عنده. اكتر من كده لا. دكتور نبيل فاروق، انا بشكرك جدا وبندعي لك، انت رجل المستحيل اللي امتعتنا وتمتعنا دائما. بشكرك انك معانا، وعارفين انك اجتزت الحمد لله بايمانك محنه صحيه ربنا يعينك عليها وتتجاوزها دائما. شكرا دكتور نبيل فاروق.